ينضم إلي من الرياض مراسل القاهرة الإخبارية جمال الوصيف. جمال، أهلا بك. هذه المرة الثانية التي تعقد القمة العربية الإسلامية في السعودية، يعني طوال عام مضى، أبرز البنود التي تدرج والمدرجة والتي وافق وزراء الخارجية العرب والإسلاميين على إدراجها في هذه القمة والمقرر عقدها غدا. نعم همام، بالفعل هذه القمة التي تعد قمة متابعة للقمة الماضية التي انعقدت في ذات التاريخ تعد ذات أهمية وذات يعني طبيعة استثنائية. ربما هذه القمة الثانية التي يجتمع فيها قادة الدول العربية والإسلامية لبحث سبل تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومن ثم أيضا الاعتداء على الأراضي اللبنانية. ربما هذه القمة السابقة التي كانت قد خرجت بعدد من المخرجات في البيان الختامي في العام الماضي من أجل الوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بالإضافة أيضا إلى سبل إدخال المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار، بالإضافة إلى تحويل ما يسمى أو ما سمته الجهات الإسرائيلية بأنها دفاعا عن النفس. رفضت الدول العربية والإسلامية في بيانها السابق بتوصيف ما تقوم به الجيش أو قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بما سمته هو دفاعا عن النفس، ورفضت هذا التوصيف وسمته الدول العربية في بيانها بأنها مجازر وإبادة جماعية في هذا السياق. وما هذه القمة التي خرجت بعدد من الموضوعات أبرزها تشكيل لجنة وزارية مشكلة من وزراء الخارجية العرب والإسلاميين برئاسة المملكة العربية السعودية، كانت مهمتها الرئيسية هي الجولات حول العالم لوقف إطلاق النار ودعم القضية الفلسطينية، وأيضا تغيير آراء الدول المؤيدة إلى الجانب الإسرائيلي بعرض أفكار ورؤى القادة العرب والإسلاميين في هذه المحافل الدولية. وهذا ما تم أيضا في يعني بداية جولات هذه القمة برئاسة المملكة العربية السعودية وعضوية مصر والأردن وقطر وفلسطين والأردن وعضوية أيضا جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. في هذا السياق في هذا التوقيت أيضا تجتمع اللجنة الوزارية التحضيرية في هذه الاجتماعات لوضع البنود النهائية التي سترفع إلى قادة الدول العربية والإسلامية غدا في العاصمة الرياض. ربما بدأ التوصل والوفود المشاركة في هذه القمة من ممثلين لرؤساء وقادة الدول، بالإضافة أيضا إلى وصول عدد من قادة الدول المشاركة في هذا السياق. ربما سيغيب بعض القادة عن هذه القمة، ومن ثم تم إرسال ممثلين ومندوبين عنهم لحضور هذه القمة والمشاركة فيها. أبرز يعني ما يدور في داخل هذه الاجتماعات حتى هذه اللحظة الوصول إلى موقف عربي إسلامي موحد للقضية الفلسطينية واعتداءات أيضا الجانب الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية. هذا ما يتم الآن تبعته للوقوف على البنود النهائية لرفعها لقادة الدول العربية والإسلامية في صباح باكر بإذن الله. إليك أمان. شكرا جزيلا جمال الوصيف مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معي من الرياض.